يو شو كيك معكم من الشوف فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا عمري درتو اني غنديرو حيت باش نفهم بزاف ديال اللعيبات باش نهضر مع الدراري اللي تيتفرجوا فيا. بطبيعه الحال كنعتبركم اخوان وخوتي ومهم كنعتبركم صحابي قراب ليا. يعني انا من داك النوع ما كيبغيش يخلي الناس كي هكا يهضروا هو ما مسوقش. لا الا انت عندك شي تساؤل ولا شي حاجه عليا انا من الفوق غادي نبدا ندير فيديو. من نشوف شي حاجه كسرت في لي كومونتير غندير عليها فيديو ونشرح شنو كاين. والموضوع ديال هذا الفيديو ده هو علاش انا ما كنديرش فورتنايت ولا شفت بزاف ديال الدراري كيقولوا لعب فورتنايت ولا نلعب فورتنايت لعب فورتنايت. انا ماشي الدراري ما مسوقش ليكم. كاين بزاف ديال الدراري سحبت له انايا. اول سبب هو ان الجيم ما يلا خدمه ليا بديك 35 اف بي اس 30 اف بي اس. هذا ماشي مشكل كبير بالنسبه لي. يعني كون كانت الجيم ما تشهراتش بزاف يعني وما تعاودتش بزاف يعني كان يمكن لي ندير فيها شي ثلاثه ديال الفيديوهات هكذاك ومهم ما نكثرش فيها. ثاني سبب هو ان انا بالنسبه ليا الجيمر خصو ما يلعبش غير جيم وحده. يعني ما خصش كلشي نوض يدير فورتنايت. خرج فورتنايت كلشي كينوض يدير فورتنايت. هذا كيدير فورتنايت الجيمر الاخر كيدير فورتنايت الاخر كيدير فيديو الاخر طالق لايف في تويتش. كل واحد شغله انا ما سوقيت في شي واحد ولا اني انا بالنسبه لي ان الجيمر خصو يجرب العاب جداد. فهمتيني كل مره يجرب شي حاجه جديده بحال حارث 19 كي كل مره خصك تجرب لعبه جديده ماشي اخرج فورتنايت تبقى دير فيها فيديوهات غايه راه كطلع في الراس صح. هذا وجهه النظر ديالي بحال جي تي اي بحال الالعاب اللي فاتوا. يعني ما خصكش تقلاصك في لعبه وحده. انا بالنسبه لي خصك تجرب العاب جداد باش تخلي في الشين ديالك واحد المنظر اللي زوين. وثالث سبب الدراري هو انني انا ما ديك الجيم ما عجبتنيش صراحه. هي زوينه الجيم زوينه ولكن شنو اللي ما عجبنيش فيها هو انك انت كتدخل عاد كتعلم وكتلاقى مع واحد يعني برو في الجيم يعني كيغلبك انت ما كتكونش كتعرف تلعب كيغلبك وكيطلع لك الدم الصاط فهمتيني. السبب اللي مر على الدراري هو انني انا قررت قرار لا رجعه فيه. وشحال هذه تقريبا وانا نبدا نطبقه من القدام هو انني كل مره غنبقى نجيب جيم جديده كل مره نجيب جيم جديده. ما كاينش شي حاجه تعاود الا تعودت تعاود اكثر من 4 مرات ما صافي. يعني الا كنت باغي ندير فيها التختيم وزيد انا ما كنفكرش ندير التختيم في الشين لان ما ماشي من النوع اللي كيبغي يدير التختيم. درتو في اريا ودرتو في واحد الجيم ديال البيبي ولكن داكشي داس. المهم من القدام غنبقاو نجربوا العاب جداد. يعني كل مره خرجت لعبه جديده على قد المواصفات ديال البيسي ديالي يعني على الاقل تكون قدامه لينا ب 50 اف بي اس ب 40 اف بي اس باش يكون الفيديو مزيان فيها بس. يعني ماشي بالضروره ان يكون عندك بيسي واعر وداكشي واعر عاده باش تقدر تطلع فيديو. نقدر نطلعوا الصات غاب ماريو بروس. المهم الدراري هذا هو درت فيديو على البلان ديال فورتنايت عشان ما كنديرهاش. كل واحد وجهه النظر ديالو كل واحد وشنو كيبغي. وهذه اول سلسله في اجي نهضروا. غادي نبدا ندير مره شي حلقه بحال هكذا ديال اجي نهضروا من ما نشوف شي حاجه كثرت في لي كومونتير كتهضروا عليها الدراري ندير عليها فيديو باش نهضروا مع بعضياتنا باش نتقربوا ماشي غير انا كندير فيديوهات وانتم كتفرجوا بعاد على بعضياتنا. وما تنساوش تنزلوا عندنا انستغرام تما اجور اكثر من يوتيوب بطبيعه الحال كنطلق لايف كندير بزاف ديال اللعيبات تما. انا نقول لكم كيما ديما الدراري بيس الله وتشلاو نتلاقاو في فيديو جاي. We'll be right back.